ظاهرة غريبة شهدها شاطئ ساحل أبيان في عدن تسببت في نفوق العديد من الأحياء البحرية، يرجح بأنها تلوث نفطي خام ثقيل ظهر في أماكن متفرقة في الساحل. ويعتقد بأن ظهور هذه المخلفات النفطية قد يعود إلى تسرب النفطي لبعض ناقلات النفط أو رميها مخلفات نفطية في المياه اليمنية نتيجة لضعف الرقابة على المياه اليمنية ونتيجة الحرب التي تعيشها البلاد منذ 5 أعوام. أن هذا الشيء ملوثات أو مواد كيماوية تفرغ من سفن أجنبية، تنقل مواد كيماوية من دول أخرى من دول صناعية تنقلها إلى بحارنا، لأنه ما فيش عندنا حرس سواحل، ما فيش حرس بحري يفرغ وتصل هذه البقع والمخلفات أو التسرب النفطي إلى شواطئ المدن اليمنية، وهو ما يؤدي إلى أضرار لا يمكن حصرها بالشعاب المرجانية والأحياء البحرية. يشار إلى أن ساحل أبيان قد شهد مؤخرا تغيير لون البحر إلى الأخضر ونفوق أعدادا كبيرة من الأسماك، إضافة إلى انبعاث روائح كريهة اعتبرتها الجهات المعنية ظاهرة طبيعية.